الأضرار كل شيء مبين قدامنا راح. يعني كان رايح 5-55 ثلاثة منهيين نهائياً، اثنين غير صالحين للعمل، تم سحبوا الهو اثنين وقت لجوا الوحدات الخاصة ليلة 2-3 81 81. ليش ما تحسن تدخل؟ لأنه يا أخي في حاجز إسرائيلي قدامي، ما بعرف من وين كانوا عم بيشوفوا إسرائيليين مطرح من كان بزحلي. الإيادة العملانية على الأرض بشتورة وبزحلة اضطرت تخترع عملية إسرائيل لتبرر عدم تمكنها من الدخول إلى زحلة. هالعملية هيدي وصلت إلى حد اليوم السوري ومع السوري كل العرب عم بيطلبوا منا كبداية حل الأزمة اللبنانية نعترف انه عنا تعامل مع اسرائيل، وبعد ما نعترف بهالتعامل نتنكر لهالتعامل ونفك ارتباطنا مع اسرائيل. بنرفض تتميع قضيتنا وبنرفض انه ترجع قضيتنا تتحجم الى حجم تصريح فك ارتباط مع اسرائيل او عدم اعطائها التصريح. مش هيدي المشكله اللبنانيه ولا هيدي ابعاد القصه اللبنانيه يلي نحن اليوم عم نعاني منها. قضية التصريح هيدا آخر شيء بيورد وقت اللي بيكون عنا ضماناتنا من محيطنا انه بفكوا عن سمينا وبيخلونا نعيش احرار هون. وقت يلي انعمل تصريح 5 فلسطينيين بيكبونا من البحر اسرائيل بعد ما كانت هون. فكوا انتو عن سمينا بينفك حتما الارتباط مع الاسرائيل. ضميكم دقوا فينا نحن احرار ساعتها ندافع عن حالنا مثل ما بدنا.